عمرك. فيه سؤال جايني على طول، هم يقولون نبغى اقرب قصيده للشاعر مسفر بن صيدان، عاد بنعدها ونشوف ايش علومها. اقرب قصيده لقلبك شوي غزل ما عاد مدري نشوفها الحين. اقرب قصيده الله الله. يقول يا هاجسي كل ما هب الهوى ناجه، في الصدر ضيقها تحضر كل متغيب، يا سلام، أوجاعها في صميم القلب وهاجة، ورغم القسى سلام ورغم القسى ما تبعت المنهج الخيب، أوجاعها في صميم القلب وهاجة، ورغم القسى ما تبعت المنهج الخيب، والحين لضاق صدري صبري علاجة، حتى لو أن الزمن خلاني أشيب، وإن كان قلنا سنين العمر من عاجة لابدها تستوي، ولو غدت ثيب اليوم ما عادها بسكات ومواجه، في سائر الناس لا شكك ولا ريب، لا شفت من غيرت الأيام من هاجة، جزعت منه جزوع مجرية الهيب، ما لي ورا الناس لا مطلب ولا حاجة، ما دام رايي وجيه منهجية طيب، يالله بلا ما رفيق يضحك ويالله بفرقة رفيق شبحها. سلامتكم يا سلام، صح قدامكم جميع. ما ملوا ما ملوا، نبغى ثانية. الكنترول فيني مزعجني، قلنا نبغى ثانية من الشيء.